أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنيا في جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع عبد الرازق بن عبد المعتمد بن عبد الحميد، يسأل ويقول: ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوجة؟ إذ أنني شاب مقبل على الزواج إن شاء الله تعالى، فأرجو توجيهكم وإرشادكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوجة التي يريد المسلم أن يتزوجها هي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اظفر بذات الدين تربت يداك. فأول هذه الصفات أن تكون ذات دين، يعني تكون متمسكة بدينها، فإن الدين كله خير. فإذا كانت متمسكة بدينها فإنها تطيع زوجها بالمعروف، وتكون ذات أمانة، وتصون عرضها، فإن الدين كله خير. ثانيا، ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن الصفات الحميدة في المرأة أن تكون ولودا، لأن في ذلك حصول الذرية التي يحصل من ورائها خير كثير للوالدين وللمسلمين، لما في ذلك من تكثير عدد المسلمين. وثالثا، أن تكون المرأة ذات مودة ودودا لزوجها، لأن هذا أيضا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود في بعض الروايات. فإذا توفرت هذه الصفات في المرأة فإنها تكون مناسبة بإذن الله، الدين وأن تكون ولودا وأن تكون ودودا. وأما بقية الصفات فإنها تكون تبعا لهذه الصفات. نعم.